عن استراتيجيات السوق السعودي. نستقبل ضيفنا المحلل المالي سيد سعود البتال. أهلا ومرحبا بك معنا سيد سعود. كيف تجد حدود التحرك اليوم للسوق السعودي المتواضعة بقرابة ربع النقطة المئوية؟ وما هي أبرز المؤثرات اليوم التي لعبت دور في بقاء المؤشر في منطقة هادئة تقريبا؟ أولا أستاذ رلا أشكركم على الاستضافة وأشكر سي إم بي سي أيضا على الاستضافة. بالنسبة طبعا هناك عدة عوامل بالفعل أدت إلى ارتفاع السوق أو إلى إن صح التعبير إلى تماسك السوق في هذه المستويات. لدينا نقطة مقاومة هذا من الناحية الفنية، فلدينا نقطة مقاومة عند مستويات 6430 نقطة. هذه المقاومة قد تكون أو التجاوز والإغلاق أعلى منها قد يكون إيجابي للفترة القادمة. من ضمن العوامل التي دعمت السوق السعودي في هذه الفترة هو تماسك النفط عند قرب أعلى مستوياته وهي مستويات $40. هذه المناطق تعطي إيجابية وتعطي عدم وتفاؤل بعدم العودة إلى المستويات السلبية للنفط. طبعا من ضمن أيضا العوامل الإيجابية هو الاستقرار أعلى من مستويات 6100 نقطة. هذا أيضا يدعم النظرة الإيجابية في سوق الأسهم السعودية ويعطينا تفاؤل إلى وصول المؤشر إلى مستويات 6800 نقطة. جميع هذه العوامل كانت إيجابية وداعمة أيضا للسوق السعودي، ولكن هناك ترقب لما سيحدث في نتائج الربع الأول وهو الأهم في هذه الفترة، خاصة بعد تخفيض أسعار الطاقة، خاصة بعد رفع الدعم عن أسعار الطاقة من قبل الحكومة. نعم، كون هذا الأمر جاء مع بداية العام فبالتالي بالتأكيد أول أثر له الأثر المالي سيظهر في قوائم الربع الأول. أي من القطاعات التي ستبدي تأثر واضح وأنت تعلم أن هنالك شركات أو مصانع لا تستهلك كثير من هذه الطاقة كهرباء وغيرها، وهنالك مصانع تعمل بالطاقة القصوى بهذه المدخلات من الإنتاج، أي القطاعات ستتأثر أكثر؟ نعم، هناك عدة قطاعات في السوق، طبعا في السوق السعودي، من ضمنها قطاع البتروكيميكال، من ضمنها قطاع الطاقة والكهرباء، عدة قطاعات قد تتأثر بشكل مباشر بهذا التغير في أسعار الطاقة وفي رفع الدعم الحكومي منها. طبعا هذا التأثر في بعضها قد يكون إيجابي والبعض الآخر قد يكون سلبي، ولكن إجمالا السوق قد يعيش هذه المرحلة في تذبذب نظرا لوجود النتائج أو نظرا لقرب ظهور النتائج وتذبذب الأخبار من هنا وهناك بين الإيجابية والسلبية. قد تكون هناك أيضا أخبار تتسرب بعض الأخبار في هذه الفترة عن بعض الشركات من بعض مجالس الإدارات أو غيرها، طبعا ويبدأ هناك حركة مفاجئة لأسهم كثيرة خاصة الأسهم المضاربة، قد نشهد هناك ارتفاعات مبالغ فيها، وايضا قد تشهد بعض الاسهم التي قد يروج لها بعض الاشاعات السلبيه بانخفاضات مفاجئه ليس لها مبررات الا بعد ظهور النتائج بشكل فعلي. نحن كنا قد راقبنا مع مطلع العام عندما اعلنت الحكومه عن هذا الاجراء، اعلنت شركات كبرى عن حجم ونسبه تاثرها فعلا واضحه. الحديث اليوم انه ربما هذه النسبه ستزيد كونه انه التي تم الاعلان عنها سابقا هي كانت قيد دراسة ولكنها تحتاج إلى إعادة نظر أو هي القراءة المبدئية. أنا أتحدث اليوم عن أرباح ربما ستتأثر للشركات، يعني إذا كان مدخل الإنتاج الأساسي هو الطاقة أو إذا كان الكهرباء، إلى أي مدى ممكن هذا يأثر على أرباح الشركات ولن تبرر السوق، يعني لن تجد أنه هذا كان مبرر للتراجع؟ نعم، بالنسبة لتقييم حجم التأثير لهذه أو لهذا التأثير السلبي سواء كان أو غيره سيكون واضح في الشركات خلال هذا الربع أكثر من غيره. لذلك عندما يكون هناك تقييم وهذا التقييم يكون كما هو كما ذكر سابقا بنفس القدر بنفس الحجم من التأثير، فلن يكون هناك تغير في حركة سعر السهم بشكل كبير. أما
إذا كان التأثير سلبي وأتى أكثر من مما كان مقدر ومتوقع فسنشاهد انخفاض مبالغ فيه في هذه الشركات. أيضا قد يكون العكس مهم وهو في حال عدم التقييم بشكل جيد وهو كان النتائج أقل من أو التأثير كان أقل مما كان متوقع ومقدر من قبل الشركة فسيكون التأثير إيجابي وقد نشاهد ارتفاعات في تلك الأسهم. نعم وأشكرك جزيل الشكر المحلل المالي السيد سعود البتال على وجودك معنا.